لك وينها هي؟ ما ضل لعبة ما لعبتها، ضلت تتأخر. ما أقوله. هاي باتريسيا. لك وينك تأخرتي؟ إلي ساعة ناطرتك. لك طولي بالك شوي، كنت ناطرة أمي مشان أحط بنتي عندها. أنت كل مرة بنفس القصة بدك تشلشيني، يا أختي جيبي مربية ريحي راسك وراس أمك. مجنونة أنت؟ معقولة أحط بنتي عند مربية؟ ما بعرف هي منين ومن وين وغريبة وشو بيعرفني. خلص بحضن أمي أرياح وأنا مريحة راسي، خلص كأنها بحضني موجودة. كان اتركي الشغل وعدي بالبيت مع بنتك. بالله رجعنا على نفس الدباجة والأسطوانة القديمة، شغل ماني تاركته. تابعك سعكا؟ ايه على طول. انا اكثر حلقه حبيتيها؟ حبيت تبع القراءه على النت ولا من الكتاب؟ حبيت انه انا بحب من الكتاب، فانت بتحبي من الموبايل وهي كانت بتحبي من الكتاب. عم تتابعي؟ متابعه؟ لا متابعه متابعه. زراف ولا غلاص طالعين؟ كثير لذيذين. حلقتنا اليوم عنوانها انه الام اذا عم تشتغل وين بتحط ابنها؟ بتفضلي تكون عند امك مثلا او ام لزوجك، او انت بتفضلي انك تقعدي بالبيت تتركي شغلك، او نجيب لها مربيه؟ يعني طفل انه بده مين يدير باله عليه. برايك المربيه مو منيحه مو خيار صحيح؟ لا طبعا طبعا خيار صحيح، بس الام بتضل غير البيبي ستر اكيد. يعني ما كان يكون مع امها افضل شيء. تفضل تجيب بيبي ستر ولا لا؟ انت ضد هذا؟ لا ضد هالفكره. حتى لو كنتوا انتم كثير مشغولين وما في وقت، لازم يكون كل وقتنا لابننا. طبعا الولد هو الاساس، لانه هو تربيه ورعايه. الام بتطلع على الشغل والاب بيطلع وتبقى المربيه مع الاولاد، فشو اكيد كل فعل رده فعل. ما راح تكون مثل الام يعني حنونه وبتم، يعني ما بقول لك ما في اغلى من الولد الا ولد الولد سته، يعني خالته عمته احسن. في حال انت كنتي عم تشتغلي، بتفضلي تتركي ابنك او بنتك عند امك او امه لزوجك، او بتفضلي انك تجيبي لها مربيه؟ لا بترك شغلي. تتركي شغلك؟ ايه بترك شغلي. ما بتامني وجود مربيه بالبيت؟ لا ولا حدا. لا حتى يعني اهلي ولا اهله ما بامن على انه التربايه كيف حتكون. لا تربايتي يكون شوفهم قدامي كيف عم يكبروا. هلا نحن كنا من فتره قريبه عم نتناقش فيه، هو عم بيقول لي مربيه وانا عم شوف انه المربيه مناسب، بس يمكن لاكبر شوي، بنتي عمرها سنه، يعني بسيط احسن تحكي تقول لي شو عم بيصير معها او اعرف اذا هي مبسوطه او لا، يعني وقتها ممكن امن حتى مع مربيه. هو انا ضد الطلعه من البيت كلها. لا بفضل انه انا ضل مع اولادي، يعني قبل انه انا اختار اي شيء اي بديل لي. يعني والله مربي عند ماما او عند حماتي. هلا انا ممكن اذا في مربيه فرضا جربها حدا من رفقاتي او ممكن، ايه اما انه اكون تجربه جديده مربيه ما بعرفها وما عندها ما في حدا نصحني فيها، فاكيد ما لا. يعني بحال الام مضطره انه تطلع على شغله، نحن مع فكره المربيه. بحال انه هي مستبديه ما عندها شيء، ضد فكره المربيه صح؟ يعني انا ايه انا ما بترك لهلا، ما تركت بنتي ابدا. لك اسمعي مني وجيبي مربيه، بترتاحي انت وبترتاح امك معك على القليله. مستحيل، ما بقدر يصح لي بقعد انا مع بنتي بالبيت؟ بس تعرفي انت شغلنا. بعدين حبيبتي وجود المربيه بالبيت بيأثر سلبا على صحه الطفل نفسيا. بعدين ما عم تسمعي شو بيصير قصص بين المربيات والولاد؟ قصص بتشيب شعر الراس. حبيبتي مو كل القصص اللي تسمعيها صح، بعدين في كتير مربيات بيعوضوا الاولاد عن اهاليهم، يعني بتلاقيها كتير منيحه مع الولد وبتعطيه كل شيء بيحتاجه. كتير انت مقتنعه بهذا الحكي؟ في دراسات عالميه بتاكد انه وجود المربيه مع الولد بياثر على صحته اللغويه والنفسيه مع بعض. وجودها غلط، غير انه بيصير مشاكل، غير انه هي موضوع اللي انت حكيتيه انه بتعوض عن وجود اهله، هون المصيبه بحد ذاتها حبيبتي. وفيها المربية تتعامل بلطف كبير مع الأولاد وتكون طيبة معهم، من شو خايفة أنتي؟ ريحي راسك. ما بدي ريح راسي، أنا كل هذا الحكي ما بقتنع فيه، مو عاجبني، كأنه تأخرنا على الشغل. بدي أقول لك تأخرنا، تفضلي يلا ما عاد نلحق هلا. لسه بتقلي لي مربية وما مربية؟ كي والله بترتاحي وبتريحي راسك. كيفتي ما بدي كثيرة. خلص بحضن أمي كأنه بحق أريح أريح أريح، بحس حالي هيك بأمان. ما عم نتفق أنا وأنتي على شيء أبدا. لا مو معقول، خلص أنتي بوادي وأنا بوادي.